يلا بدك شي بابا؟ يلا وين رايح؟ بروح لعند الفاتي والله، عايزين اليوم نروح لعنده. انا كم مرة قلت لك لا تروح عند رفقاتك؟ يا ابني ما بطول بس عدل ومرجع. لك يا ابني هدول رفقاتك كلهم مصلحجية، ما حدا بريد خيرك، شو بدك تسوي عندهم؟ بالعكس يا ابني بالعكس، يعني كل الامور هذي مصلحتي ما كانوا عزموني. يعني هلا اذا صار لك شي رح يسدلوا عليك؟ لك هدول رفقاتي مثل اخوة انا وياك. لك يا ابني الشغلة مو كترة الرفقة، الشغلة بالمواقف. رفيقك اللي يكون معك بالمواقف مو كترتهم. إذا عندك 50-60 صار رفيق، هدول كلياتهم رح يوافقوا معك؟ لا. إذا واحد فيه طلع كويس فيه خير فبوس إيدك وشو أفعل. لا لا بابا غلطان بالعكس، رفقاتي كلياتنا إيد وحدة، متفقين نحن من صغرنا نحن إيد وحدة وما بنترك بعض، وش ما بصير معي كله بساعدوني. طيب أنت جربت طبيت شي مرة وطلبت حدا فيهم؟ انت جربت تحتجت حدا فيهم؟ اكيد لا. شي نهار طلبت منهم طلب ولبوا لك اياه؟ يعني انه انت صار شي معك موقف محرج واحتجتهم فيه وقفوا معك؟ لا والله مو، الحمد لله انا ما احتجت حدا لحد الان، بس اذا احتجت ما حدا بقصر معي، كله بوقف جنبي، لانه انا موقف مع الكل وما قصرت مع حدا. شفت؟ انت لسه ما جربته. طب جربت شي نهار تجربه؟ فكرت شي نهار انك تجربه؟ يا بياني إذا بتجربهم بس أحتاجهم بجربهم بس، ولا تخاف علي، هدولي رفقاتي وبخدموني لو بروح لو بدي أطلب روحهم بيعطوني إياهم. حسبي الله ونعم. يا ابني أنا نصحتك نصيحة، كترة الرفقة ما لها طعمة، ما راح يفيدوك، ما حدا راح يوقف معك، صدقني لما بدك تطب الكل راح يبعد عنك، ما حدا راح يسأل عنك. لا لا كويسين رفقاتي، وبكره بتشوف يا بياني كل الأحوال. أنا هلا رايح لعندهم، تأخرت عليهم كثير لأني بدك شي يا بي؟ الله يهديك يا ابني. يا الله يلا يا بي بدك شي، أنا رايح. خير شو بي كمان ابني، وين رايح؟ والله معزوم عند رفقاتي يا بي، يلا رايح تأخرت عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يهديك ويصلحك. بس شو بدنا نسوي معك ما بعرف، نشوف اخرتك مع رفقاتك وين رح توصل. يلا بدك شي يا ابي انا رايح. وين رايح كمان ابني؟ لعند رفقاتي يا ابي. ما عنده خص بس رفقاتك؟ تعال عندي شوي، تعال بدي احكي لك موضوع، تعال عاوزك موضوع ضروري. طيب يا ابي مستعجل؟ طب تعال بس احكي لك هالموضوع ضروري بعدها روح. تعال يلا عود هون عود اشوف. ايه يا ابي اللي بدي اسألك سؤال سهل، انت جربت تحطهم مواقف؟ كيف يعني؟ انه جربت احتجتهم شيء ووقفوا معك؟ يا ابي انا قلت لك اياها 100 مرة يا ابي، انا ما احتجتهم وما انا بدي احتاجهم هلا حاليا، بس احتاجهم لحالي بقول لك. اسمعني موبايلك معك؟ موبايلي معي. هلا كم رفيق عندك انت؟ 5 6 7؟ ايه. انت قول لهم واحد واحد وقل لهم انك محتاج شيء، مصاري او ابوي مرضان او انك مرضان، انك محتاجهم، وشوف شو راح يكون ردة فعلهم، وشوف راح يوقفوا معك او لا. هون راح يبين معك صديق بالمواقف مو بالمصالح. يا ابي انا متاكد راح يلبوني. انت هيك متاكد؟ ايه انا هيك متاكد. طيب شو خسران نبلش؟ طالع موبايلك. طيب شو اكثر واحد غالي عليك وبتعرفه هذا كفو معك؟ طيب ماشي، رح تقوله للمهدي هذا أعز واحد فيهم. أنت واثق من نفسك إنه رح يرد عليك ويربيك؟ لك أنا واثق يا أبي واثق. جرب ما تطفش، جرب ماشي. طيب يلا رح تقوله. ألو كيفك مهدي؟ والله الحمد لله تمام نشكر الله. شلونك؟ شو في ما في؟ ولا شي والله بارك. لك أبو شريك محتاجك طلب. تفضل حي لعيونك اللي. ايه لازمني شوية مصارات والله يا أبو شريك. ايش المصاري؟ ايش هذا المبلغ اللي؟ تقريبا شي 500 ليرة. والله ما معي هيك مبلغ بتعرف انت. لك صدقني 500 ليرة طلع والله، لو ماني محتاجه ما بدي اقول لك اساسا. لك لا لا يا زلمة لو معي لعيونك والله. لا يا احمد دبر لي اياهم من اخوك من ابوك من عمك. لك عم بقول لك ما معي، ايش عم كذب عليك يعني؟ اجار بيت بس 500 ليرة يا زلمة، اذا ما دفعت له اياها راح يطالعني من البيت اليوم. لك لو فيني ادبر لك من عيني هي بالهي. بتعرف انت هذا الشيء احمد؟ شبك؟ يعني ما فيك تدبر لي؟ لك انت ما بتفهم، عم بقول لك ما معي. طيب ماشي. ايه ماشي يلا سلام، الله معك. ماشي يعطيك العافية، سلام. ايه يلا الله معك يلا. ناقصني انا يا زلمة.
شفت يا ابني؟ هذا أحساس أحسن صديق عندك. طلبته شو قال لك؟ ماشي. طيب بلكي ما هو عن جد مصرات يعني؟ طيب قلنا هداك ما عنده مصرات، بلكي زي ما نظلم. دق للتاني وقل له داخلي أبوي مرضان. تعال سيارتنا عطلانة، جيب سيارتك بس ناخده على المشفى. لنشوف شو راح يبدل لك. طيب. الو شو رغب شريك؟ خياب شريك قبل كل شي عاوزك بطلب. ابي مرضان افضل المستشفى، سيارتي عطلانه، قلت بلكي تيجي بسيارتك وناخذ سوا. شو؟ عندك شغل؟ مالك فاضي؟ طيب خذ اذن شغله ربع ساعة بس. نروح نوصل على المستشفى ونرجع. ابوش روحك دبرها. ما بتحسن؟ طيب ماشي سلام. شايف؟ أنا شو قلت لك؟ هداك قلنا يلا بلا ما نظلمه، هاد كمان بلا ما نظلمه عنده شغل؟ هاد ورفيقك؟ هدول رفقاتك؟ أنا شو قلت لك يا ابني؟ أنا ما قلت لك هدول مصلحة، هي حتشتم. الصديق بالمواقف. ما فيه ياخذ إذن 10 دقايق ربع ساعة؟ هداك التاني ما فيه يدبر لك هالمبلغ؟ مهما كان هذا رفيقك، رفيقك عساس اخوك سند ظهرك، مهما كان هو راح يكون بظهرك. وينه؟ هذا طلع مصلحجي. طلع هذا لو هو هلا عاوزك وطالب منك اكيد كنت راح تعطيه. مستحيل والله ماني مصدق، ماني مصدق انه هيك يصير. ما توقعت يجي يوم واطلبه انه هيك يعملوا فيني. من يومين جيت لعندي وقلت لي مهدي عاوز 300 ليره رحت اعطيته، رد لك اياها؟ لا. هي انت قلت لي هدول اثنين احسن اثنين عندك بكل رفقاتك، مظبوط؟ في عندك احسن منهم مشان نرجع عنده قلن؟ ما ظنوا هدول الاوفياء اللي انت قدمت لهم وساويت لهم وكل يوم تيجي تقول لي رفيقي ورفيقي ومهدي ومدري مين ومدري مين، هي ردوا لك الجميل والجميل. طيب انا عندي صديق واحد بعرفه من ايام الطفوله قد كل رفقاتك، هلا بدي اياك تمسك تليفونك وتدق له وتقول له ابوي مرضان. ما تعمل شيء، لا تقول له شيء ابدا، بس كلمه واحده قل له ابوي مرضان كثير تعبان ما عم يقدر يقوم الفرشه. لا تقول له شيء ثاني، لا تقول له تعال، لا تقول له روح، لا تقول له بدي مصاري، لا تقول له بدي مساعده، بس هالكلمتين قل له وشوف شو راح يكون رده فعله. هات حط لك رقم. الو الو السلام عليكم عمو، كيفك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمود قلت لك لاني ابي مرضان وصل له اسبوع مرضان وتعبان كثير وما عم يطلع من الفرشه. شو؟ ابوه؟ طب يلا يلا جاي 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 مسافة الطريق. وين تجي؟ لك سكر هذا؟ شايف؟ هلا بتلاقي خمس دقايق بدق لك. هادو رفيق، انت عندك 50 واحد، واحد فيهم اجى لعندك وقال لك يلا جاي بعيونك؟ هذا بس تليفون واحد تلاقي ابوي مرضان قال لك يلا ثواني بكون هون. مظبوط ليك هلا عير 10 دقائق اذا ما كان هون انا بكون اسمي محمد. والله ما توقعت منه هيك يطلع يا ابي. شو هالرفيق اللي جايبه؟ مو انا جايبه، الله بعت لي اياه. انا بختار صديق بالمواقف، بختار صديق لما احتاجه ووقف معي. والله يا ابي انا ما توقعت من رفقاتي هيك يطلع منهم ولا 1%. هدول رفقات كيف بس، مو رفقات. لا تعتبروا رفقات، لا تعتمد على حدا فيهم، اعتمد على نفسك. من هون راي انا بعرف شو بساوي معهم يا ابي، من هون راي ما بقى اساعدهم بشغله صغيره هالقد، انا بعرف شو اتصرف معهم. لا خلص راحت عليك، اللي فات مات. بس هذا درس لك لازم تتعلمه. مظبوط كلامك يا ابي، مظبوط. عارف كيف تختار الصديق الصح من الغلط. صديق المواقف مو المصالح. دائما اختار الشخص الصح لحتى تعيش معه وتعرف هذا الشخص معك مع الموت مو المصلحة. شايف؟ مو معقول يا ابي. قوم افتح الباب. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. ابو محمود. يا محمود. تفضل يا ابو. تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك محمود؟ راس يا ابو رشيد. لك ما في شيء زين. لك عود خلي بالك شيء في شيء. لا 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 سلامتك عود يا زلمه. شو بك مقطوع نفسك؟ شو بك؟ خلص اخذت لي بالي. لك لا تخاف لا تخاف، بس كنت عم بعلمه درس لابني. ايش هو ايش؟ ايش هو الدرس؟ والله مزبوط كلامك يا ابني. ايش هو الدرس؟ درس شو؟ لك لا لا يا زلمه ما تشغل بالك، شغله عاديه. بس كنت عم فهمه انه رفيقك ما تاخده الا بموقف. لا تاخده بمصلحة. فحطيتك عبره له. والله شغلت لي بالي. شي عادي. قطعت لي قلبي. لك لا هلا. جوعان ولا مالك جوعان متعشي؟ لك ما ضلني نفس على الطريق وانا جاي. لاخي ربك. هيك يا هلا. رشيد غالي والله لاخي قلبي. عسى والله. روح سوي لنا فنجان قهوة روح. روح تحرك. الله يكرمك.